كمان في رسالة مهمة جدا للسادة الأطباء والزملاء دارسي العلوم الطبية. ما ينفعش ان احنا اي دراسة علمية اتنشرت في اليومين دول نروح جايين نشرينها على الفيسبوك او على الواتساب او على كل قنوات السوشيال ميديا، لان في الحقيقة الدراسات دي مناقشتها مش مكانه مواقع التواصل الاجتماعي، مكانه الجروبات العلمية فقط لا غير، لان في الحقيقة ناس كتير بتتشتت، ناس كتير بتبدأ تتصرف بناء على الدراسات اللي بتتنشر، فبيجروا يجيبوا من الصيدلات أدوية ملهاش اي لازمة لغاية دلوقتي ولم يثبت فعاليتها بشكل حقيقي، وساعات الأدوية دي بيجيبوها يستخدموها بشكل خاطئ فيبقى ليها مضاعفات، ده غير انهم بيحرموا المرضى الحقيقيين المنتفعين من هذه الأدوية من انهم يلاقوا الأدوية لانها بتخلص من الصيدليات.